مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم كانال تيوب وجولة جديدة فيما جادت به مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار وآراء. ولا الدراج تستفيق على وقع من العيار الثقيل، هكذا تعنون فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقوا عليه رواد مواقع التواصل الجزائريين بغضب. إحدى المدارس ببلدية ولا الدراج بولاية مسيلة تضم قسما تم تجهيزه وتسليمه في شهر سبتمبر الماضي، يعني أن القسم كانت به أشغال وإصلاحات قبل أقل من شهر، وهذا هو القسم حاليا. اتفق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أن هذه كارثة، لكنهم اختلفوا عند من يتحمل مسؤولية هذه الكارثة، فكانت التعليقات كالتالي. عبد الغني كحول يقول: الهيئة المسؤولة عن مراقبة المشروع هي من تتحمل المسؤولية، لذا يجب التحقيق بجدية في مدى كفاءة أفراد هيئة المراقبة. إبراهيم الطيب يقول: الأولاد في خطر، أين الرقابة أثناء وضع الخرسانة؟ سعيد يقول: في بعض الأحيان يعجز اللسان عن الكلام بعد موت الضمير. اسمها ريما، أستاذة اللغة الفرنسية في ولاية تيزي وزو، أحرقت حية في مقتبل العمر، ذنبها الوحيد أنها رفضت طلب الزواج الذي تقدم به جارها، فقام هذا الشخص بسكب البنزين عليها. ريما نقلت إلى أحد مستشفيات تيزي وزو، فيما تم تداول أخبار عن نقلها فيما بعد إلى أحد مستشفيات فرنسا لإجراء عمليات جراحية. المشورات حول الخبر والتي رافقت صورة الشابة الضحية أجمعت على أن هذا فعل وحشي، وعبروا عن استيائهم من تزايد ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف ضد المرأة بشكل خاص. والتعليقات كانت عديدة في هذا أو في هذه الواقعة. مالك يقول: مدام كل أول نوفمبر يخرج من حبس، كل عيد استقلال أعياد ومواسم انتظروا أسوأ. إيمانو تقول: مدام ما طبقوش القصاص نبقى ونسمعوا بالقتيلة كل يوم، يا رب يلطف بينا ويربش فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل. مريم تقول: وين رايحين بها، عايشين في غابة، حسبي الله ونعم الوكيل. لميس عماري تقول: يا لطيف ما غلطتش كي رفضاته، ربي يشافيها إن شاء الله، وهو الله ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. من منا لم يسمع بالأداء الخارق لإيرلينغ هالاند منذ التحاقه بالدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر سيتي؟ ومن منا لم يشاهد أهدافه العجيبة وأرقامه الخيالية؟ لكن 1,800,000 من جماهير كرة القدم الإنجليزية يشنون حملة اليوم من أجل ترحيله خارج إنجلترا، والسبب شكوك في أن الفايكينغ كما يلقبونه يتهاطم نشطات، ومدربه غوارديولا قال في تصريحات له أنه لا يدري ماذا يحدث للشعب البريطاني، وقال: ها هو هالاند أمامكم، قوموا بفحص قدميه وكل أعضاء جسده. Снова Ньюкасл настолько вперёд. التعليقات بين ساخر ومعجب جاءت كالتالي: هالاند يفكرنا ببسام بطل مسلسل الكرتون الكابتن ماجد، يسرح بالمدافعين ويسدد تسديدة الصاروخ. مروان يقول: لاعب عادي جدا منفوخ إعلاميا، الدليل لم يسجل هاتريك ضد كوبنهاجن لأنه لم يلعب في هذه المباراة أصلا. أبو هزاع العطاب يقول: هالاند لاعب فذ وقوي البنية وصغير السن، الله يعطيه الصحة. مشاهدينا، ودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من كانال تيوب الأسبوع المقبل، وأترككم مع هذه المشاهد التي تسر العين والقلب في أمان الله. هذا
Thank you.